قواتنا المسلحة زي ما قدمت مثال قوي جدا في التضحية للدفاع عن تراب الوطن، كانت كمان شريك أصيل وأساسي في عملية التنمية والتطوير والنهضة الاستثنائية اللي حصلت في كل ربوع مصر. تفاصيل أكتر تعالوا نتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير التالي. اللي بنعمله في سيناء من محاولة إن إحنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها هو في الآخر أمر مستحق، تستحقه إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن انا حبيت بس اقول لينا كلنا ان احنا مش عايزين، واحنا لان احنا كنا بنفتكر في كل وقعه استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلص بس خلص بالثمن، ثمن كبير. القوات المسلحه هي الدرع الواقي لمصر والحصن المنيع لشعبها والضامن لاستقرارها، يضرب ابطالها كل يوم نموذجا فريدا في الفداء والتضحيه والعطاء بكل الصدق والشرف، يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على تراب الوطن وابنائه. في الوقت الذي تقف فيه القوات المسلحه على الجبهه دفاعا عن ارض الوطن وحمايه الشعب والحفاظ على امن واستقرار الدوله من التهديدات الخارجيه، لم تتوانى لحظه للقيام بدورها في حماية الأمن القومي للدولة بمفهومها الشامل والمساهمة بشكل قوي في التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الداخلي ودعم القطاع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين والنهوض بمصر ووضعها في مكانتها بين الدول المتقدمة. تسعى القوات المسلحة لتنمية مختلف القطاعات الخدمية بالمدن والقرى في المحافظات المختلفة من خلال مشاركتها في العديد من مشروعات الطرق والكباري والمشروعات التنموية المختلفة بسواعد وخبرات أبنائها. وقد أسهمت القوات المسلحة في العديد من مشروعات التنمية لا سيما بمجال البنية الأساسية لتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي، ليس على حساب الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وإنما تعتمد في تنفيذ هذه المشروعات على القطاع المدني المتمثل في الشركات المدنية وتتم تحت إشرافها لضمان دقة المواصفات المطلوبة وأيضا الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ، حيث يشارك العديد من هيئات وإدارات القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات التي تخدم خطة الدولة. وتعتمد القوات المسلحة في مسيرتها بمجال التنمية الزراعية والصناعية على عدة محاور، في مقدمتها التركيز على مشروعات البنية الأساسية ومنح أولوية خاصة لإقامة مشروعات تنموية بمحافظة شمال وجنوب سيناء وجنوب الوادي والمناطق الحدودية، ما يساعد على تنمية المحافظات وجذب الاستثمارات إليها والمعاونة في خلق فرص عمل لشباب الخريجين، مع الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر العامة عاملة بهذه المشروعات في جميع قطاعات العمل والإنتاج. دور القوات المسلحة في التنمية الشاملة بالدولة من واقع المسؤولية الوطنية والمجتمعية يتمثل في المساهمة الفاعلة بالاشتراك مع مؤسسات الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.